مبسوط يا عم، يعني حبينا نتكلم عن أعياد القومية في بني سويف اللي هم بيحتفلوا بيه عادة كل سنة في مارس. تمام، أنا بس عاوز أوضح أمر معين، وهو كان الفكرة في الاحتفالات في ثورة 19، وكان بني سويف كدور إيه دور بني سويف في هذه الثورة. وأنا ما أذكر يعني كان محافظين ساعتها بيركزوا على طبع كتب بهذه المناسبة، ولكن لما نيجي نراجع هذه الكتب ما كانتش فيها المصداقية بشكل كافي، لأن ما كانش يد أساتذة التاريخ فيها. تمام، يعني على سبيل المثال أول من قام بالثورة في بني سويف في ثورة 19 عمال السكر الحديد بتوع الدريسة في الوسط، يليهم أهالي الشريف في بني سويف، أما الباقي فكان عملية مواقف بس ما أكثر، احتجاجات احتشادات، ولكن ما كانش فيه تصادم مع قوات الاحتلال. دي نقطة. على سبيل المثال ما كان المكان اللي فيه برج الرجاء حاليا كان أو الجراج الأوتوبيس القديم كان هو معسكر أو الكامب الإنجليزي. أعتقد إن كل اللي حصل إن شعب بني سويف طلع وقف قدامه دي الأم قديمة بيطالب تمام بخروج الاحتلال. دي الاحتفاليات او الذكرى او الواقعة او المناسبة، ولكن هل هي دي القضية؟ الكتب اللي كانت بتطعن المحافظة عن طريق العلاقات العامة او عن طريق التربية والتعليم كان فيها وجهات نظر من اللي يضعوها. اذكر على سبيل المثال احد امناء الاحزاب كتب على ان عيلته هي اللي قامت بالصبر، ودي حقيقة ما حصلتش. يمكن انا تصديت الحكاية دي وكتبت في جريدة أخبار بني سويف كانت برئاسة رفعت يوسف الله يرحمه وقتها، قلت إن الكلام ده غير صحيح، ولكن حقائق واحد اثنين ثلاثة، فبدأوا يخفوا عن كتابة التاريخ اللي هو اللي يزقوا فيه وقائع ما حصلتش. دي كانت الاحتفال، كان بيقوموا المحافظين يقعد لك يخطب لك في كلمة، يعمل تكريم لناس، حواديت زي كده. حاليا بدأت الاحتفالية يعتمدوا على الثقافة في إجراءها أو الجامعة في ندوات ليها، ولكن مش واخدة البعد التاريخي اللي هو المطلوب. هنا في بني سويف لو قلنا عاوزين نعمل تاريخ تمام يشوفوا كلية الآداب ما عندها أساتذة تاريخ، ما يشكلوا لجنة لوضع كتاب عن التاريخ. في تاريخ بني سويف في مواقف كويسة تمام، يكفي إن بني سويف في البدايات من ايام الاسره الاولى تمام كان الوضع فيها ناسيه تمام، هي البدايه. يعني يكفي ان احنا نقول كلمه لا اله الا الله بدات من المنطقه دي، كان في علاقه ما بين الادب وما بين التاريخ. راح فين؟ لا احنا شايفين ناسيه، ولا احنا شايفين ببا اللي كانت جزيرة ما، ولا شايفين معبد أمون اللي كان في بحيبة تمام. وأرجو بعد ما كلية الآداب فتحت قسم الآثار وعملت قسم للدراسات القبطية وعملت أقسام أخرى، يجب أن أو في لجنة في التاريخ فيها تبدأ تراجع كتاب. وأنا أعتقد أنا كان ليا جلسة مع الدكتور جودة عميد كلية الآداب اتناقشنا فيها بالحدوثة دي، وبالفعل يشكل لجنة لدراسة التاريخ بني سويف. أرجو أن ينتهي فيها وتكون البداية الصحيحة لاحتفالية بني سويف في عيد قومي صحيح يرتكز على تاريخ حقيقي وليس وجهات نظر لبعض الناس. كل واحد يقول لك عيلتي عملت وعيلتي سوت، بينما الحقيقة كان عمال الدريسة والوصفة، كان سكان الشريف، كان مواقف الحشد داخل بني سويف أمام مديرية الأمن. ويجب ناخذ بعد تاريخي ان الشباب يستوعب تاريخ منطقته عشان نقدر ننمي انتباه، ننمي الولاء لهذه البلد من خلال الجغرافيا بتاعتهم والتاريخ بتاعتهم.